تسلموا على هذا المشروع. فهاد لاكاروس كما كتشوفوا معنا والديزاين ديالها فغتلقاها يعني الاول من نوعها على المستوى الوطني، لان الفكره يعني جاءت من احد الناس اللي جاوا من دوله فرنسا، فهما جاوا بهذا المشروع هذا وبهذا الديزاين وبهذا الشكل ديال هاد لاكاروس هادي. هاد لاكاروس كتلفت الانتباه ديال المرضى وكيعجبهم هذا الشكل هذا، فكيجيو. فملي كيجيو الحمد لله كيلقاو بان الشكل فاش كيعجبهم الشكل فكيعجبهم حتى المضمون، حيت الحمد لله حنا يعني نعمل على جانبين، على المستوى الشكلي وعلى المستوى ديال المضمون. فالمضمون الحمد لله عندنا متمثل يعني في المذاق وفي الجوده نتاع الاكله هذه، فاللهم لك الحمد يعني عندنا جوده ممتازه والحمد لله. طنجه كامله كت كاع الناس مع الزبناء الاغلبيه الحمد لله الصحيقه يعني كيعجبهم هذا الشيء هذا ديالنا وكيشجعونا عليه. ملي كنتكلموا على هذه الحالات او على هذه الاجواء الحاليه اللي كيعيشها العالم كامل، فهي اجواء مزرية أول حاجة من ناحية اقتصادية، أجواء كئيبة على المستوى النفسي، فالعالم يجد صعوبات يعني على مستوى المعاملات وعلى مستوى التحركات بشكل عام، فالعالم كيواجه مشكل. فللأسف الشديد جاءت هذه الجائحة على غفلة كما سنقولوا بدون إنذار مسبق، فصارت أنها تريب الكثير من الأحلام وتريب الكثير من الأمور اللي كانوا الناس كيبنوا فيها من هذه المدة. فبطبيعة الحال اللي رجعنا للسنة الفارطة غنلقاو بأن الحمد لله كان الجانب يعني ديال التجارة الحمد لله كان مزيان، كان مزدهر. كانت مدينة طنجة مليئة الحمد لله بالسياح على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. فهاد العام كاين واحد الجفاف على كل حال، يعني جفاف نسبي، فكاين واحد الأقليات أسطر عليها يعني اللي جاوا من النواحي الداخلية، أما الناس على مستوى الخليج فهم كذلك ما جاوش. فاحنا اللي كيكونوا في الكورنيشن عندنا واحد نظرات حول الزبناء وحول المواطنين.